بسم الأب والابن والروح القدس. اليوم هو عيد السعانين. اليوم قراءتنا هي من إنجيل متى الإصحاح 21. أكيد مشهد عظيم وهيبة عظيمة، ولكن بطعم الموت. لا تنسون بأن يسوع رايح في طريقه إلى الموت، وقد تنبأ بإعدامه. لكن هذا الخليط من المشاعر اليوم أكيد يخلينا أمام حدث مهم بحياتنا، حدث عظيم يهزنا، لأنه هم أكو فرح وهم أكو حزن، هم أكو موت. فما يصير ننسى جانب ونركز على جانب. المسيحية دائما واقعية. المسيحية نوعا ما اللي دا تظهر اليوم للأسف الشديد دا تركز على الآمال هواية، ودائما نحلم بأن نكون خير أمة وخير مؤمنين. لكن لو شلت الأمل راح تفهم الحياة حقيقة. ماكو شيء اسمه أمل، كذبة كبيرة، وهم. دائما لما تشيل الأمل راح تشوف الواقع حقيقة. كنا نأمل ونأمل ونأمل نكون واحد وكنيسة واحدة، كنا نأمل أن يكون مؤمنين ناس عظماء وكثيرين، لكن يوميا نشوف بأنه هالآمال هي نوعا ما مو صحيحة. فليش نعيش بالوهم؟ ليش ما نعيش بالحقيقة؟ شيلوا الأمل، خلوا الرجاء. الرجاء يعني الدنيا سودة، الدنيا راح تصير أتعس، لكن عندنا يسوع باعوا هنانا تركيبة. اليوم ما نريد أمل، ما نريد أوهام، لأن كل آمالنا تكون مزيفة. وكنا نريد لا، باعوا على الواقع. اليوم يسوع واقعي، بس الشعب كذاب. تتويج الملك، يسوع دخل كملك بس بشعب مزيف، باع بعد ما قدر يحقق ليسوع اللي اراده. فيسوع واقعي، يسوع ما دا يباوع الشعب. ويسوع اصلا ما كان فد يوم من الايام يريد يكون ملك. ولما انكثر الأرغفة والسمك اجوا قالوا له نعلنك ملك، قالوا مخرو ما اريد، وذهب الى منطقة خالية حتى يصلي. يسوع عمره ما راد الملك، ومو مثلنا. احنا نموت على الاسم، نموت على اللقب، نموت على الانتماءات، نحب اسمانا دائما تكون على الحيطان وبلسان الناس. لكن هذا مو شغل المسيح. مسيح واقعي، مسيح عنده رسالة ويوصلها بالحقيقة الجرداء أمام عيوننا. تعرفون إخوتي وأخواتي، هذا المشهد كل اليوم عظيم. لازم نشوف شنو اللي سبقه. يسوع ما أجى حتى يتوج كملك، لأنه تتويجه الحقيقي حسب الرسالة إلى العبرانيين هي عند جلوسي عن يمين الآب. فإذا التتويج الحقيقي ليس الأرضي، ليس من ألسنة الناس ولا تهليل الناس ولا الهوشعنة مالتهم، وإنما التتويج الحقيقي هو السماوي بعد صعوده. فما يريد يسوع أي شيء من الناس غير أن يؤمنون بأنه أنا أتيت كي أخلصكم. ولكن الخلاص بطعم آخر، ليس الخلاص من المعتدي أو المستعمر، وإنما الخلاص من الخطيئة. ولهذا موجود الصليب. إحنا طول عمرنا ما نريد هالشيء الخطيئة، إحنا نريد الخلاص من مشاكلنا، الخلاص من أمراضنا، الخلاص من سوء الحظ اللي عندنا. دائما نريد يسوع، بس ما نريد
انه نهرب من الخطيئة، لا ناكل الخطيئة ونعيش بالخطيئة، ورد يسوع يخلصنا من مثلا سوء الحال او الفقر او الامور المادية. هنا الغلط اخوتي واخواتي، يسوع واقعي اجد ينطينا الخلاص من الخطيئة، وليس الخلاص من واقعنا المادي او مشاكلنا العائلية. فميزوا الواقع سماوي ليس ارضي. احنا بصلواتنا دائما نخلي يسوع بهالمكان انه يحقق رغباتنا. بابا نويل، وهذا شيء كذب، كذب وهم. ان لم تجد يسوع في الخلاص من الخطيئه ما راح تشوفه بغير امور، لانه يقول يسوع اطلبوا بر الله وملكوته والباقي يزاد لكم. هاي الامور ارضيه تزاد لكم، اما بر الله هذا هو الخلاص اللي نريده احنا. يسوع اجى كصانع عجائب ومعجزات. السوى غير حياة زكة، شوفوا بالطريق، بالطريق شفى أعمى بارتيماوس، باعوا غير قلب، غير عيون. شوفوا هنا الإيمان شلون يلعب، غير قلب، زكى، سوى إنسان مقدس مبارك، قدس بيته، قال له الخلاص دخل ببيتك. هو طريقة الهسة، شوفوا شوفوا يسوع شلون يشتغل وعكسه على شغلك أنت. قلب حياته، غير قلبه من قلب الخاطئ إلى قلب المبارك، زكى وأصبح صدق. زكى يعني النظيف، الزكي الطاهر. بعدين شوفوا هنا أنا بالطريق يشفي أعمى بارتيماوس، يغير العيون. بعدين ثالث شيء يقيم لعازر، باعوا هنا أنا هاي قبل ما يدخل سحانين، غير قلب، غير عين، انطى حياة جديدة. شوفوا ايش ده يسوي يسوع، هاي قبل السعانين، لا تركزون على السعانين، ركزوا على الواقع اللي ده يسوي يسوع، على هالطريق اللي صعده. ان شلون انت اذا تريد صدق تروح للسعانين لازم قلبك يتغير، عيونك تتغير، وتاخذ حياة جديدة مثل ما لعازر اخذها من يسوع. إذا ما تتحضر لهالطريق ما تعرف شنو الأسبوع المقدس. الأسبوع المقدس إلنا هل وشعنا خميس الفصح، جمعة العظيمة، بعدين نحتفل بالقيامة، انتهت. بس دير بالك أكو هنا أكو فد أمور عظيمة بلوكات يعطيها يسوع قبل ما ندخل بالأسبوع المقدس، إنه يشفي العيون، يغير القلب، ويمطي الحياة الجديدة للمؤمن الذي يتبعها، مو أنه نحتفل بمناسبة. ولهذا إخوتي وأخواتي يقول حسب يوحنا، اليوم قراءتنا من متى، بس نريد نتبع يسوع في الواقع التاريخي. شو وقت وصل البيت عنيا؟ حسب يوحنا إصحاح 12 يقول وصل إلى بيت عنيا في اليوم السادس قبل الفصح، يعني وصل يوم السبت، وصل يوم السبت اتعشى هناك. يقول لك أقاموا له العشاء مرتا ومريم ولعازر العائلة القريبة من عنده، اتعشى. شوفوا الواقع التاريخي قد ما يكون صحيح بس نفكر بها، اتعشى أكيد. وجاء الجموع كي يرونه، وليس له فقط بل يرون لعازر الذي أقام، يريدون يشوفون بعينهم. فأكيد الموضوع مو بنفس اليوم، راح يجي اليهودية كلها أو الجماعة تجي من المنطقة حتى تشوف يسوع. فإذا أصبح يوم الأحد وفي الغد، إذا يسوع ما دخل حسب الواقع التاريخي، قد يكون مغلوط أخوتي، ما دخل إلى أورشليم يوم الأحد. فالسعاني مو يوم الأحد قد تكون، وإنما يوم الاثنين. ليش؟ لأنه حسب الشريعة الموسوية يوم 10 نيسان يتم اختيار الحمل اللي راح ينذبح بالفصح عند اليهود يوم الاثنين. يسوع دخل الاثنين، تم اختياره. يوم 14 نيسان يذبحوه، و14 نيسان هو الجمعة،
إذن حسب إنجيل يوحنا يسوع حقق الفصح اليهودي يوم 10 تم اختياره، دخل 2، يوم 14 تم ذبح الحمل بالفصح ويسوع صعد جمعة. هذا تقريب تاريخي، لأنه وراها أخوتي وأخواتي يسوع يوصل مو قبل يروح على الهيكل قد يكون، لأنه على ما وصل نزل الأورشليم على ما استقبلوه صارت المساء. ثاني يوم هو أول ما وصل 2 خلص شغله ورجع إلى بيت عنيا. الثلاثاء طلع من جديد وصل الأورشليم من بيت عنيا هم نفس الطريق، ولعن التينة ودخل على الهيكل وطهر الهيكل وطرد الباعة، وبعدين رجع، وبعدين الأربعاء يلتقي بالقادة الدينيين ويحكي عن مجيء الثاني، وبنفس الوقت يبدي يهوذا يخطط لخيانة يسوع. ويوم الخميس يسوع تلاميذه يحضرون العشاء الأخير، وهو يروح الجستماني أيضا يصلي ويبكي ويتم القبض عليه. الجمعة يعدم، السبت يدخل القبر، الأحد يقوم. هذه كلها أحداث رهيبة في هذا الأسبوع. بس إحنا أهم شيء أريد أشوف تدبير الله شلون. يقول يسوع التلاميذة روحوا راح تشوفون بهاي المنطقة أكو جحش وأكو حمار وغيرها من هاي الحيوانات التي تعبر عن التواضع، تعبر عن الضعة النزول. زين، شنو هذا التدبير؟ بحيث من تروحون راح تاخذون تحلوا الجحش، زين، واذا سألوكم قل له الرب يحتاجهم. منو هذا الشخص؟ وشون يعرف الرب؟ وشون الامور دي يصير بيها تخطيط؟ هل هذا تدبير عجائبي؟ نعم اخوتي واخواتي. هل ندور على خطه صارت يسوع سواها؟ ما نعرف، بس اللي نعرفه انه ملامح الملك الحقيقي تبين من خلال هذه الامور اللي يدبرها يسوع، بانه الرب يحتاجها. باعوا الكلمه، الرب يحتاجها، باعوا. وهنا هو دخل كملك، فاذا هنا كلها امور مسيحانيه. اذا ما تدخل بالعمق بالنص ما راح تفهم شنو معنى الرب. ولهذا هذا الشخص اللي كان مسؤول على الجحش والأتان كان يعرف الرب ويعرف يسوع هو الرب مسؤول، واثنين تلاميذ راحوا طاعة ليسوع حتى يجيبون هالحيوانات يركب عليها يسوع. فشوفوا هب هذا الجو، هم وجه كنسي بينوني جاي يعرف انه هو الرب، أنا مسؤول وأنا أحقق شي يريد يسوع. ولما نعرف يسوع هو الرب فشي يريد مني أحققه بدون سؤال. فشوفوا هنا أنا أيضا توجه حلو تدبيري إن اليوم بين اثنين تلميذين يروحون يجيبون هالحيوان، وبنفس الوقت أكو واحد مسؤول. فشوفوا وكأنه أكو طعم الخدمة، طعم الخدام. ولهذا أخوتي جمال بالتدبير جد حلو. اليوم الكنيسة محتاجة اثنين يطيعون وواحد مسؤول، بدون حج، بدون لغوة، بدون صراعات، بدون أي شيء. ناس تخدم بالكنيسة، ناس تجي للكنيسة، الكل لازم يطيع يسوع لأنه هو الرب بالنهاية. اثنين رايحين وواحد ده ينتظر. رقم 3 عظيم أخوتي، بس الكنيسة، الكنيسة المدبرة، الكنيسة الخدامة، واحد يحب الله، مؤمنيها واحد يحب الله، كلهم كلمة الله تحركهم، محور، مو واحد يتعارك ويا الله، واحد يضرب الله. شوفوا هنا أنا كنيسة يسوع إيش قد عظيمة هنا دنباوة عليها، شون بيها تدبير. من أنا أجي أشتغل بالكنيسة أو أجي للكنيسة وقلبي مليان حقد وأحكي على هذا وهذا، أنت ما راح تجيب الحمار، أنت ما راح تحقق مشيئة يسوع، لأنك أنت دا تحقق مشيئتك. بس لما أنا أسمع كلام يسوع، شوفوا بالسعانين ده يعمد أذاني، ده يخليني أطيعه، يعني أبديره، يعني أفتح أذاني. باعوا جد حلو شون كنيسة هيك بالخفية، باعوا شون ده تتكون. اثنين سمعوا كلامه وواحد ده ينتظر يحقق الشيء اللي يريده يسوع. بس ليش دخل يسوع بالحمار؟
هل هو تذكير بسفر الملوك الأول صحاح الأول لما تم اختيار سليمان ابن داود، لما نصبوه ملك، صعد على بغلة ومسحه صادوق الكاهن وكان ديدزو الجيحون وسووه الملك واعلنوه. هل يسوع دي يصير دي ياخذ هذه الصورة اللي عاش سليمان اللي هو ابن داود بالجسد، يسوع بالنسل هو ابن داود المسايا المنتظر؟ هل يسوع دي يسوي نفس الحركات؟ لكن متى يدخلنا بجو كلش حلو، يقول كي يتم ما قيل على لسان النبي، ما يقول هو يا نبي بس يقول هو ذا ملكك يا ابنة صهيون آتيك راكبا على جحش ابن يتا. هو ذا ملكك، هذا النبي هو زكريا، وهذا الاقتباس هو من صحاح التاسع آية 9. يسوع دي يحقق النبوءة، كل النبوءات. للأسف الشديد إخوتي وأخواتي التلاميذ ما يفتهمون. في إنجيل يوحنا صحاح 12 يقول لك هذول التلاميذ كل شيء ما فهموا من هاي التفاصيل وكلام الأنبياء إلا بعدما صعد يسوع وتمجد، يلا بدأوا يفهمون شنو معنى ما قيل بالنبي. باعوا كل الحركات ورا ما نزل الروح القدس، يلا فهموا وش دي يسوي يسوع. وإحنا اليوم نجي كل أحد للكنيسة والروح القدس يحل علينا ونجدد حلوله في كل أحد، وبعدنا مدى نفهم شنو كلمة الله. شوفوا هذول التلاميذ نزل عليهم روح القدس فتهموا، ولهذا أيضا دعوة للكنيسة اليوم إنه تفهم النبوءات وما تحقق على لسان الأنبياء في يسوع. أخوتي وأخواتي يسوع يدخل الناس كلها تشيل هدومه وتشمره قدامه، أغصان الزيتون، سعف النخيل، والصراخ من أجل استقبال الملك. باعوا هنا شيء حلو، دائما هذه الحركة نزع الهدوم والملك فوق والناس جوا تعبر عن الخضوع. احنا جوا، انت سيدنا، انت ملكنا، احنا خاضعين لك. مو شغلة دخول انتصاري، شغلة انه رايدين من يسوع شيء. ايش قالوا له؟ قالوا له هوشعنا، هوشعنا. تعرفون يعني شنو هوشعنا؟ هوشعنا طلب مو نداء. اكو ناس هوشعنا، لا دا يطلبون شيء بهوشعنا. هوشعنا يعني خلص الان، تعبنا، الرومان كتلونا، ما دا نقدر نعيش عدل، مستعمرينا، تعال خلصنا. باعوا فكرهم انه هذا هو المسايا راح يخلصهم من المستعمرين. باعوا الفكره الغلط، باعوا التتويج للملك غلط. هناك فولس كورونيشن، هناك تتويج غلط، هناك فهم غلط ليسوع اللي يجي الأورشليم. كانوا يهللوا له هوشعنا لابن داود، خلصنا الآن يا ابن داود أيها المسايا، إذا أنت المسايا خلصنا. هوشعنا مو نداء أخوتي، هوشعنا طلب من الناس خلصنا. القلوب الخاطئة تتباوع على يسوع بأنه هو المخلص اللي راح يغير الدنيا كلها إلهم ويغير مستواهم وواقعهم. لكن كل هذا الواقع كله صار غلط أخوتي، يسوع ما أجا نفذ لهم اللي يريدوه. ولهذا ورا السعانين كم يوم نفس الناس اللي قالت هوشعنا لما يسوع ما سوى لهم شيء وما خلصهم، قالوا اصلبوا. إذا الشعب الدي يهلل اليوم يخوف، والشعب اللي يهلل اليسوع كل شيء يخوف. جان التتويج الزائف، النظرة الخاطئة، إذا حامت براسك وإذا حركتك فراح تشوف يسوع مزيف. لا تحملون يسوع مشاكل حياتكم، لا تحملوا
مشاكل بزنس مالتكم، لا تحملوا أخطاءكم وسوء قيادتكم لعائلتكم ولا لأي شيء آخر. إخوتي الناس اليوم تشوفوهم شعب المسيحي بهذا، بس يسوع انباع ورا كم يوم. شعب كذاب دا يهلل اليسوع وما سوى يسوع اللي يريدوه وما خلصهم من المستعمر فقالوا اصلبوه. واليوم احنا بالكنيسة اخاف جدا ان نكون نفس هذا الشعب، عندنا نظرة خاطئة عن يسوع، ولهذا يسوع ما دار بال. انطى مجال الناس بعدين كل الامور راح تبين، بعدين كل الاوضاع راح تكشف، بس المهم هذا الشعب الفرحان راح يفرح بعدين لما يفهم رسالتي الحقيقية هي أن أخلصكم من الخطيئة، مو أخلصكم من واقعكم وظروفكم السياسية والاقتصادية. واليوم إحنا إخوتي وأخواتي السعانين هو من أجل شعب حقيقي، real people، شعب لما يقول اليسوع هو شعنا يقول يا يسوع أنت تخلصنا من أجل الدخول إلى الملكوت، مو من أجل حياة حلوة وسعيدة وراحة وطيبة. ولهذا ما رح يخلص واقع الآلام، ما رح يخلص واقع المشاكل، وإنما رح تبقى ويمكن تزيد، ولكن المهم إخوتي وأخواتي أن نكون مع المكان اللي هو المكان الصحيح، أن نكون شعب نعرف بأنه يسوع إجي يخلصنا من الخطيئة، إجي يعطينا سعانين، سعانين بيها موت ولكن بيها القيامة. ولهذا أخوتي اليوم خلونا نهلل، خلونا نهلل، بس نهلل من أجل الملكوت وليس من أجل واقعنا، من أجل أعمالنا، من أجل نجاح أولادنا، لا، ولا أنه شفاء أولادنا فقط، إنما الأمر المهم المهم، ومن بعد تأتي كل هذه الأمور. الأمر المهم أنه نريد ندخل مع يسوع إلى الملكوت. يسوع دخلنا اعطانا الطريق وقال يلا امشوا، وإحنا اليوم إخوتي وأخواتي راح نهلل من أجل هذه الأمور، هذا الأمر بس، أنه شعب المسيحي بهذا اليوم مسرور، كملوها، لأن يسوع راح يدخلنا إلى الملكوت، وليس أنه يغير أحوالنا الأرضية، بل يعطينا ضمان الملكوت. آمين. عيد سعاني مبارك عليكم.